والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل لا نبدأ محاضرتنا لهذا اليوم، أكو أحد عنده سؤال شيء عن المحاضرة السابقة؟ معكم سؤال؟ تمام. اليوم محاضرتنا راح تكون كيفية إدراج جدول وبعض التعديلات الموجودة على برنامج وورقة الوورد داخل البرنامج. طلاب، إذا صار أكو خلل وأثناء ما أشرح، صوت انقطع، الشاشة راحت، شيء، فتحوا المايك واحكوا لي واحكوا وياي، لان ما اخاف ما ادري بيه. تمام، اما فتحوا المايك او تدزون رسالة حتى اشوفها اني. شاركت عندكم الشاشة مالتي دا تشوفوها، شاشة الكمبيوتر مالتي. تمام، اليوم كيفية ادراج جدول داخل برنامج الوورد. بالنسبة لكلمة جدول، نستفاد من عدها. مثلا أنا اليوم ما أريد أستخدم برنامج الأكسل حتى أدرج جدول، ولا أحتاج، لأن أنا احتمال أحتاج ورقة، يعني نافذة صغيرة من ورقة العمل أكتب بها جدول معين يحتوي على تفاصيل معينة داخل هذا الجدول. تمام، فنجي إلى إدراج من كلمة جدول. من كلمة إدراج جدول نجي إلى بوابة إدراج جدول. إذا كان الجدول عندي بسيط، 3 في 3، 4 في 3، نقدر نرسمه بهالشكل هذا. أما إذا كان عندي الجدول شنو؟ لا، أنا أريد أكتب مثلا 10 صفوف، 10 أعمدة شي، فايش راح أسوي؟ راح أختار إدراج جدول، راح يطلع لي عدد نافذة يحدد لي بيها إيش قد تريد عدد الأعمدة وإيش قد تريد عدد الصفوف. يا بريد عدد الأعمدة 10 وعدد الصفوف 5، وأقدر بالمقابل أنه أني بقى أصعد وأنزل بالأسهم وأكتب الرقم 5 بالكيبورد. بالنسبة لأساليب التلقائية ما لي علاقة بيهن، هن أساليب مضبوطة وتلقائية تكون. درجة جدول داخل الورقة، هذا الجدول أنا أريد الجدول بشكل انه شوف هذا الجدول اريد احركه من مكان الى اخر، اجي الى هذا المؤشر الماوس على ما يصير هيك بهالشكل هذا، اجيب المؤشر الماوس واقدر اتحكم به بالمكان اللي اريده. تمام، هاي واحد. وحدة الثانية، اريد ازغر الجدول، ازغره من خلال اجي الى اسفل يمين الجدول على ما صار عندي إشارة الماوس، مؤشر الماوس بهاي الصورة، أقدر أتحكم بكبر وصغر الجدول. تمام، من خلال الجدول أقدر أنه أكبر وأصغر بالصفوف والأعمدة، لأنه أنا أستخدم الصف الأول مثلا للتسلسل، ما يحتاج التسلسل انه اكتب بيه فد قيمة كبيرة، و يعني فد مكان كبير. الاسم راح يكون مكانه كبير، لازم شنو اكبره بعد اكثر، وهكذا لباقي اقسام الجدول بالنسبة للأعمدة هاي. بالنسبة للصفوف هم كذلك، نكبر ونصغرهن من خلال اجي على الخط الفاصل بين الصف الأول والصف الثاني، أو العمود الأول والعمود الثاني، عن إلى ما تصير إشارة الماوس بهذا الشكل،
أضغط كليك الماوس الأيسر وأصعد أو أنزل به بالصورة اللي تناسبني. تمام، أقدر بالمقابل أنه أملي داخل الجدول نصوص، النصوص هاي اللي أمليها، من خلال هذه النصوص اللي أمليها أقدر أنسقهن. شنو التنسيق اللي أقدر أسوي؟ أنه أنا أكبر حجم الخط وأصغره وهكذا. تمام، نعم هسه نغير لك لون الصفحة. فنقدر من خلال الجدول نعالج نصوص داخل هذا الجدول ونكتب به النص اللي نريده. طبعا الأشياء اللي نريد نكتبها لازم تكون مظللة حتى نقدر نعدل عليها. تمام، بالمقابل أنا هذا الجدول إلى تصميم خاص. عندما أدرج الجدول داخل ورقة العمل أروح إلى تصميم، أقدر أختار أي نوع من أنواع التصميم اللي موجودة داخل هذا الجدول، كأن يكون أختار في التصميم معين داخل الجدول وأمضي. هاي واحدة. اثنين، حدود الجدول، أقدر أتحكم في حدود الجدول وبقاء حدود داخل الجدول أو عدم بقائها. يعني أنا هسه هذا أمامي ما مبين أكو حدود، بس أنا من أجي أريد أشتغل داخل الجدول إلى حدود معينة، بس هي ما واضحة الخطوط، ولكن حدود الصف والعمود الواحد المتداخل بالثاني إلى كل من إلى حدود خاصة. تمام، كل حد أقدر أستخدمه مع الحدود الباقية. تمام، واستخدم الجدول في كل حالات التصاميم. هاي بالنسبة لإدراج الجدول وكيفية التنسيق بينه، وشون نعالج داخل الجدول، وشون نكبر ونصغر الخلايا داخل الجدول كأن تكون الصفوف والأعمدة وهكذا. تمام، شلون نوخر حدود الجدول، شلون نخلي لون للجدول، شلون نصمم تصميم جديد للجدول وهكذا. واضح عندنا الجدول؟ لو اكو فد اشكال عليه، اللي عنده سؤال على الجدول نهاية المحاضرة يسأل. هاي واحد، خلصنا من الجدول. عندي اني أغير لكم اللون. عندي أني هاي الصفحة، لازم أشتغل هاي الصفحة، أريد أخليها حدود للصفحة
مثل الحدود هذه اللي نشتغلها داخل الصفحة. أجي إلى تخطيط الصفحة وأمر حدود الصفحة. حدود الصفحة عندنا بهيئتين، الهيئة الأولى هيئة نمط اللي هو خطوط كلاسيكية معروفة، والهيئة الثانية على هيئة صور، تحد الورقة صور أو نمط معين. اللي موجود داخل حدود الصفحة هو شنو؟ معاينة الصفحة. يعني أنا إذا اختاريت مثلا هذا الحد، راح رأسا بصورة مباشرة قبل لا يطبق على الصفحة الرئيسية، يطبق لي على النافذة اللي تطلع لي بحدود وتطليل الصفحة. هذه النافذة اللي يطبق اللي يطلع لي معاينة داخلها، إنه يراويني هذه الورقة شلون راح تصير، شلون راح يصير حدودها. اختاريت مثلا هذا الحد، راح يجي لي هيك هيك راح تصير. أو أنا مثلا أريد هذا الظل، أو أريد إحاطة اللي هي من أربع جهات، الظل تكون الجهتين اليمنى والسفلى راح تكون بصورة ظل أو بصورة غامقة، الثلاثي الأبعاد راح يكون بصورة ثلاثي أبعاد مبينة بشكل، وهكذا. إحنا غالباً ما نستخدم إحاطة، ده يعني حول الورقة راح تكون حدود معينة بالنمط، هذا بشكل النمط، والنمط بأشكال عدة، شوف أشكاله عدة هواية وتستخدم هواية. شوفوا مثلا هسه هذا ايش راح اقول له، راح اطبقه عندي تطبيقات حل. بالنسبة للنمط انا لو اخليه يعني تلقائي او تبدأ تغير بالألوان تخليه مثلا غير لون، يقدر معكم أنا تطالعها ملونة. مثلا تطبيق على أي ورقة على كامل المستند، بالنسبة للتطبيق أريد أطبق هذا الحد على كامل المستند، أما على الصفحة الأولى من المقطع الحالي أو الكل المستند عدا هاي الصفحة، عدا الصفحة الأولى. يعني أقدر أطبق على كامل المستند، وأقدر أطبق على فقط الصفحة اللي أنا بيها الصفحة الأولى، وأقدر أطبقه على كل الصفحات عدا الصفحة الأولى، تمام؟ فهذا إذا أريد في حالة التطبيق. في حالة عرض كبر وعرض وطول لا هو غالباً ما نستخدم عرض الحد، نقدر نستخدم رفيع شوية أعراض وهكذا حسب الجمالية اللي ينطيها التظليل وحسب احتياجنا إلى التظليل للورقة. بالنسبة للرسم، نجي للرسم مكتوب أمامنا داخل النافذة رسم. الرسم حول على هذا السهم راح تلقى عشرات الأشكال التي ترسم لحدود الصفحة. نختار أحد الرسومات فدرسم معين نختاره أو صورة معينة، وش نقول له؟ نقول له موافق على اليمن على الصفحة الأولى فقط، راح يطبق لي بهالصورة هاي، طبق لي حدود للصفحة بهذا الشكل. راح شو يسوي؟ راح طبق لي هو حدود الصفحة بهذا الشكل، ولكن ما طبقها على كل الصفحات، فقط أنا قايل له على الصفحة الحالية. إذا قلت له على الصفحة على الصفحات كلها عدا الصفحة الأولى، هاي الصفحة الأولى يعوفها ويطبق على الصفحات الباقية، وهكذا في جميع الصفحات. هذا واضح حدود الصفحة، حدود الصفحة واضح عندكم؟ هسه شلون الصوت؟ تمام. فنرجع إلى تخطيط الصفحة والعمل فيها. مثلا أنا هاي الصفحة اليوم أريد أسوي فد شي مغاير،
ملون، أريد أسوي ألوان داخل هذه الصفحة، ما أريد الصفحة تكون فقط بيضة، أريدها تكون صفحة ملونة. عفوا، بالمقابل أنا أقدر أطبع، عندي طابعة ملونة وأقدر أطبع بشكل ملون، ماكو أي مشكلة. تخطيط صفحة ونحدد الصفحة هي لون الصفحة. آخر على لون الصفحة كليك الماوس أيسر، طبعا شغل مكتوب بالأيسر، أقدر أغير لون الصفحة بالشكل اللي أريده. نقول اللي الشكل هذا، غيرت لون الصفحة. بالمقابل أنا إذا أريد أطبع هذه الورقة تطبع على شكل هذا اللون، ماكو أي مشكلة بي. أكو مشكلة باللون؟ لو واضحة، تخطيط الصفحة لون الصفحة، أقدر أتحكم أنا بلون الصفحة بالشكل اللي أريده. هاي 2. 3، العلامة المائية. شنو فائدة العلامة المائية داخل الصفحة؟ أنا اليوم عندي فد ملزمة أريد أصدرها، هذه الملزمة أريد أكتب عليها اسم حقوق نشر. بالمقابل إذا الملزمة مثلا وزعت لكم إياها وورد، إذا ما مقفولة، إذا أنا ما قافل الملزمة، ما حد يقدر، فقط للقراءة، ما حد يقدر يغير حقوق النشر مالتي. أما إذا كتب أعطيتكم إياها قراءة كتابة، أقدر تقدرون تغيرون حقوق النشر مالتها. بالمقابل أنا إذا سويتها PDF ووزعتها أو استنسختها أو شيء، راح تظل حقوق النشر مثل هاي. كلية الصيدلة موجودة وين؟ على باطن الورقة. وبالمقابل هذه ما تأثر على طباعة الورقة، يعني ما تأثر عليها. هسه شوف الجدول داخل بنص بوسط هذه الكلمة، الجدول داخل بوسط الكلمة، وما مدى يأثر على الكلمة، والكلمة مدى تأثر على الجدول. فماكو أي مشكلة بوضع علامة مائية، ما يصير بيها أي إرباك لعملية معالجة النصوص. نجي، أما إذا أنا أريد أزيل العلامة المائية، إيش راح أسوي؟ راح أقول له يابا إزالة العلامة المائية، مجرد تخطيط صفحة بنفس خلفية الصفحة هي العلامة المائية، أعطيها إزالة. أما إذا أنا أريد أخصص علامة مائية للورقة، فأقول له علامة مائية مخصصة. الكل يعني تقريبا راح يجي هنا يريد يخصص علامة مائية، يضغط على النافذة ما ينفذ. ليش؟ لأن أنا عندي 3 مكانات للتخصص. المكان الأول تشوفون هاي الدائرة بداخلها كرة بلا علامة مائية، يعني اعطيني أنت بدون علامة مائية فراح يعطيك بدون علامة مائية. الثانية علامة مائية على شكل صورة، أحدد صورة من المكتب الصور وأخلي علامة مائية داخل الصفحة من مكتب الصور. غالبا ما نستخدم النص بالعلامة المائية. من أجل أريد أستخدم نص بالعلامة المائية، أحول الكرة من بلا علامة مائية فقط بالضغط على زر الماوس الأيسر على الكرة وأختار. بالنسبة لاختيار أما اللغة بالإنجليزي أو بالعربي، تردون تكتبون بالصيني ماكو مشكلة، فأختار اللغة اللي أنا أشتغل عليها، مثلا أي لغة أنا أشتغل عليها، والنص أختار، أقدر أختار نص موجود داخل الحاسوب داخل البرنامج أو نص أنا أكتبه. فشكتب كلية صيدلة بالنسبة لنوع الخط، أقدر أستخدم نوع من أنواع الخط اللي تعجبني. شوف أنواع الخط، شنو الخط اللي يناسب، أقدر أختاره وأشتغل عليه. تمام. بالنسبة لأكو في
يعني بعض الأحيان الورقة بيضة وتجي أنت تخلي علامة مائية، والعلامة المائية بدون ما تنتبه لونها يكون أبيض. إذا كان لون العلامة المائية أبيض والورقة بيضة ما راح تبين، فلازم أختار اللون بدقة. فأختار لون يكون لون بارز على هذه الورقة، حسب لون الورقة وحسب لون العلامة المائية. فأما يكون عندي هذا مثلا لون من الألوان، إذا كان عندي قطري إذا أريد أسوي قطري فيبدأ من أعلى يمين الورقة إلى أسفل يسار الورقة، أو إذا كان أفقي يكون بشكل أفقي طبيعي من اليمين إلى اليسار. فغالبا ما نكتب إحنا شيء قطري ويكون شبه شفاف ونقول له تطبيق. فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي كلية الصيدلة جروب بي، ولكن ما مبين ذاك، يعني مو كلش مبين. فنوخر شبه شفاف ونقول له طبق لنا اياه بدون شبه شفاف، هو اللون شوية مو تمام. راح يكون عندي بهالصورة هاي كلية الصيدلة جروب بي، راح يكون عندي بهالطريقة هاي، وأقدر أكتب معالجة نصوص داخل الورقة بدون التأثير، لا العلامة المائية تأثر على معالجة النصوص ولا معالجة النصوص تأثر على العلامة المائية. واضحة هاي؟ ليش الشاشة سوداء صابرين؟ حدثي الموقع من يمك، إذا الشاشة سوداء حدث الموقع من يمك، يعني أنا ما عندي شيء. تمام، واضح. الصورة الثالثة البرنامج، مثلا نجي إلى تخطيط الصفحة بإعدادات الصفحة. مثلا أنا عندي أعمدة، راح أشوف كيفية كتابة. مثلا اليوم إحنا عندنا بكليتنا داخل الكلية كل مجموعة طلاب مسوين مجلة، هذه المجلة مثلا نشاطاتهم أعمالهم، يعني شنو اللي يعجبهم، مجلة مثلا دينية، مجلة ثقافية، مجلة اجتماعية، كأن تكون أي نوع من أنواع المجلات. إذا تشوفون أنتم بالجرائد، إذا شايفين جرائد أو تقرون جرائد، بالجريدة راح يكون عندي مقسمة إلى، يعني خلينا نقول ثلاث أقسام، خلينا نقول هاي أو مجلة مقسمة ثلاث أقسام. فشوف المقالة بيبدي السطر الأول من المقالة، يبدي السطر الأول من المقالة من هذا المكان إلى نصف الصفحة. السطر الثاني راح يكون جوا، السطر الثالث جوا، لحد ما تكمل الفقرة يرجع هنا الدور يكمل، وهكذا يرجع من المرحلة الثالثة يكمل وهكذا. زين، هاي شلون صارت؟ شلون أنا أقدر أسوي مثل المجل أو مثل الجريدة إذا أنا عندي مجلة أسبوعية تصدر وأنا أنضدها أو مجموعة من الطلاب ينضدوها؟ فشلون راح يصير؟ أجي إلى تخطيط الصفحة، أقول له يابا أعمدة، من إعدادات الصفحة أعمدة. الأعمدة إذا موجود أنا أريد أخليها اثنين بصورة مباشرة عموديا أخليه، أو ثلاثة هم بصورة مباشرة. زين، إذا أنا أريد أكثر من عموديا أو ثلاثة، فأشوف أروح إلى مزيد من الأعمدة، راح تطلع عندي نافذة من النوافذ. هذه النافذة أحدد بيها عدد الأعمدة اللي أريدها داخل الورقة، كأن تكون 4 أعمدة. 4 أعمدة تتقسم الورقة إلى 4 أعمدة، كل عمود يحمل كذا كلمة كذا جملة بيه. زين، هذه الأعمدة بقياسات متساوية. تمام، أنت راح تجي شوف أكو قياسات هنا 2.72 سنتيمتر، والتباعد بيناتهم، يعني التباعد بين العمود الأول والعمود الثاني، هم متساوي في كل الحالات. فش راح يكون هو؟ راح شي يسوي؟ يقسم هاي الورقة من هنا على شنو؟
يقسمها على 4 أقسام مع التباعد مالتهم. فش راح نسوي إذا إحنا ما نريد أعداد متساوية، أعمدة متساوية، فقط نروح إلى أعمدة متساوية، علامة الصح نشيلها، راح نقدر نكبر ونصغر في مسافة العمود الواحد أو العمود الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع مثل ما تشوفون. ذني 4 أعمدة أرقامهن، ونقدر نتحكم بهن على بدنا. زين، أنا أريدها متساوية، ما عندي أي مشكلة، خليناها متساوية. إذا عندي مثلا أني فد كليشة فد 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 يعني شيء علمي وأريد أعرفه أو أريد أن أكتبه داخل هذه المجلة، أقول له يا بأريدها بهالشكل هذا، إنه تعريف الشيء وأمامه شنو الشرح مالته هذا الشيء وأمامه شرحه وهكذا. فهذه الفائدة من تخطيط الصفحة أو تقسيم الصفحة إلى عمودين أو 3 أعمدة، حتى يعني نشتغلها على هيئة مجلة أو هيئة فد بيبر منشور أو شيء. ونقدر من خلالها ما تدرج صور، إدراج، كل شيء نقدر نسويه. واضحة الأعمدة؟ نجي إلى الحجم، حجم هذه الصفحة، أحجام الصفحة. مثلا أنا اليوم عندي صفحة كتاب، صفحة الكتاب لازم تكون مو مثل الأي فور. الكتاب الأي فور، الكتاب مو أي فور، تقريبا نصف الأي فور يصير. زين، هذا حجمها. من أكتب بهاي الورقة راح يكون حجمها يختلف عن حجم الاي 4. لازم شو اسوي؟ اقدر اني استخدم الورقه هذه على شكل اي وزيري او على شكل ورقه اي 3، او الاي 3 تكون كبيره، الوزيري يكون شويه اصغر من الاي 4 وهكذا، او اي 4. فشو اسوي؟ اني استخدم الاحجام اللي اريدها داخل هذه الورقه. تمام؟ فأقدر أتحكم بأحجام الورقة اللي دا أكتب عليها من خلال التحكم بحجم الورقة. واضح بالنسبة للحجم؟ هاي بالنسبة للحجم. بالنسبة لاتجاه الورقة، عندنا اتجاهين للورقة، الاتجاه العمودي الكلاسيكي الموجود اللي نأخذه ونشتغل عليه، والاتجاه الأفقي. الاتجاه الأفقي أقدر أشتغل بشكل أفقي، يعني تصير الورقة بشكل أفقي بهذا الشكل، يعني تصير الورقة بشكل عرضي أفقي. تمام، هاي من خلال تخطيط الصفحة، إعداد الصفحة، الاتجاه، أقدر أستخدم الاتجاه الأفقي. بالنسبة للهوامش، شنو معنى الهوامش؟ الهوامش مثلا عندي أقصى اليمين إلى نهاية إلى بداية الكتابة، هذا أقدر أتحكم، أو أقصى اليسار إلى نهاية الكتابة، أو أعلى الصفحة أو أسفل الصفحة. هذا أقدر أتحكم به من خلال هوامش، أمر تخطيط الصفحة، أمر هوامش أقدر أنطيه عادي وهو المعمول به، أو أقدر أنطيه هوامش ضيقة. هذه الهوامش الضيقة راح تكون بشكل يعني شوية ضيق على الهوامش، يعني تاخذ من مساحة الهامش منا، شوفوها منا ومن الأسفل ومن الأعلى ومن كل المكان، أو متوسط تكون شوية تأخذ من يعني أكبر من العادي متوسط، أو عريض، هامش عريض. هذا الهامش العريض أقدر أستخدمه أنا بكتابة هوامش مثل المصادر. إذا عندي مصادر هواي أضيق، أكبر الهامش حتى أكتب معالجة هوامش داخل الورقة وهكذا.
هذه بالنسبة إلى الهوامش. أكو سؤال هسه على على ما أخذنا هنا. أكو سؤال تمام. عندنا هذا تسوون تقرير على هذا العنوان Processor of Computer اللي هو معالج الكمبيوتر، راح تسوون تقرير عليه. التقرير يكون على شكل من الأشكال، تقرير على Processor of Computer يعني المعالج، تسوون خمسة أسطر بالإنجليزي وخمسة أسطر بالعربي. تمام، هذه الأسطر راح تكون على هي على الفورمة مع الجامعة، يعني عندكم فورمة مع الجامعة تكتبون بها التقرير بخط اليد واسمكم ورقم الجروب وتدزوا لي على التليجرام. هذا المعرف همات مالتي، وإن شاء الله التقارير القادمة تكون منا إلى الأسبوع القادم قبل يوم الثلاثاء. يعني الكل مسدد التقرير، مسلم التقرير مالته. أكو عندكم ملاحظات، شيء، أسئلة؟ اللي عنده ملاحظة، سؤال، فتشي يتفضل. شنو بس صبا موجودة؟ وين الباقين؟ نعم، خط إيد، خط الإيد على الفورمة مال الجامعة، مكون من خمسة أسطر إنجليزي، خمسة أسطر عربي، خمسة يعني لا أكثر. مجرد فقط تعريف وتعليم ما هو البروسيسر بالكمبيوتر، شي يسوي، شي يشتغل. تمام، هاي هي. والمعرف مالتي كتبت لكم اياه على المنصة، إن شاء الله خير. ماكو سؤال؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. أخذت الحضور كله عيني مالكم. يلا، شكرا جزيلا لكم، وآخر دعوانا لنا ولكم بالتوفيق. أنا الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. مع السلامة. أخذت عيني، أخذت الحضور، أخذت، لا تخاف. يلا.